وسط إجراءات تنظيمية استثنائية يقام في دبي معرض آرت دبي على أرض الواقع بمشاركة تنوعت بين التركيبية والمنحوتات ولوحات تعود للفن الحديث. نتابع. حضور فعلي وتدابير احتياطية للوقاية من كوفيد-19، هكذا فتح آرت دبي أبوابه في نسخة واقعية من المعرض لهذا العام. عشرات من رواد الفن التشكيلي وفنانون من مختلف أنحاء العالم تنوعت أساليبهم وأفكارهم وأجيالهم وموضوعات لوحاتهم التي وزعت على 50 صالة عرض. هذه المجموعة تعالج فيها أمورا تتعلق بالذاكرة والصور التي يحفظها الإنسان من أحداث مختلفة. قررنا أن نشارك هذا العام بفنانين لديهم التزام بقضايا العالم كالمناخ والبيئة والعلوم والسياسة والعولمة لخلق الحوار. وبينما يحتفي البعض بالغاليريهات والمدارس الفنية، تحضر هنا خامات وأساليب جديدة يستمدها أصحابها من الواقع الجديد كما يقولون، فيما تحاول أخرى محاكاة هذا الواقع ومواكبة انعكاساته. في قبيل يعني الناس تحسها الحين بعد موضوع لسه هو الكورونا، الناس اتجهت للارت اكثر وللاشياء الاورجانيك ولايف ستايل، تحسه تغير شويه، فالارت خذا مكان جدا مهم. رسوماتي تعتمد على اسلوب حديث للغايه واحاول من خلالها التعبير عن احاسيس الانسان. أطل الحدث بتشكيلة متنوعة من البرامج والفعاليات المصاحبة مثل ليالي الفن، وبنظر جمهوره أعاد الحدث إلى الحركة الفنية والتشكيلية نبضها ومد جسور التواصل بين الثقافات من جديد. وبتشوف كتير من الأشغال كانت انعكاس على شو شافوا بهالفترة الصعبة، وأكيد في فن جميل وفي فن إحساس من الحالة. الفن ليحتل مساحات واسعة رغم الظروف العالمية، كما يقول المنظمون لهذا المعرض بأن الفن تأثر كغيره من القطاعات بتداعيات الأشهر ال12 الماضية. مصطفى سكحال، الحرة، دبي. وصلنا بهذا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. وأكيد لا تنسوا ترسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج. في أمان الله. والآن نذهب إلى صور مباشرة من كنيسة القيامة في القدس، نتابعها.